أخيراً الصلح التاريخي بين نورثستارز وأسو، ونارين بيوتي تحقق حلمها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت نارين بيوتي بالتفاعل على صفحتها بالإنستغرام، وأظهرت لمتابعيها مهارتها في الطبخ وعلقت على الستوري حققت حلمي، وهي أكلة شاهدتها في الحلم. أوكي جايز، حالياً الساعة ما بعرف قديش ساعة بس متأخر، واليوم شفت بناني إني كنت عم آكل فركة بطاطا و... يعني شيء بشهي. قررت إني أحلامي وأخذت الوصفة من ماما لكني عم أعمل فركة البطاطا باللحمة. إن شاء الله بناكل اليوم، لازم على قلبي بس هنحل. بعد خلاف دام طويلا بين نورثستارز وآسو بسبب مشكلة الأنمي وخروج أخت آسو بلايف تحذرها من نورثستارز. الله يشهد كل أنت عبد كوسبلاي. I want نورثستارز. فتحبيف. وأخيرا فنورثستارز وآسو تصالحا والتقيا في المالديف، وبهذه الاستوريات الجميلة أعلنت كل من آسو ونور عن صلحهما وعودة العلاقة بينهما. أترككم على الاستوريات. رحمة الأول ايش نايمة؟ انت جيت متأخرين، أنا جاية من زمان بينوروا من بعيد، بينوروا من بعيد يا جماعة، شوفولي ايه الحلاوة. I love that rocket يا يوسو الروكت. كل ما نامت قعدني اخفى قعدي يا اخي احنا بالمالديف. لا قاعد تشوفوا المنظر.